الجرح على رأس أولويات الحكومة، إنها القضية التي أعادت التغييرات الأخيرة في هرم الدولة الاعتبار إليها، وأعادت معها الأمل للآلاف من الذين ضحوا بالأغلى من أجل الكرامة والحرية واستعادة الدولة. الاجتماع الأخير للحكومة الذي ترأسه رئيس الوزراء الجديد الدكتور أحمد عبيد بن دغر وقف على التقرير الذي ربما جرى تأجيله كثيرا بسبب التقديرات السيئة التي حكمت أداء الحكومة في الماضي، لتصبح قضية كهذه إحدى النقاط الجوهرية التي حاكم اليمنيون على ضوئها أداء الحكومة المثير للإحباط وخيبة الأمل. لم يأتي ذلك على سبيل المناكفة، بل جاء بعد أن وجد الآلاف من الجرحى أنفسهم على أبواب المشافي التي تفتقد للإمكانيات في الداخل وخارج أسوار المشافي بشكل متعمد كما يجري هذه الأيام في الخارج. التقرير الذي قدمه وزير الصحة والسكان الدكتور ناصر باعوم عن حالة الجرحى والوضع الصحي في اليمن تضمن أرقاما مقلقة، فعددهم بلغ وفقا لهذا التقرير 23,747 جريحا خضعوا لعمليات جراحية متفاوتة في الداخل، فيما تلقى العلاج في الخارج حوالي 3,879 جريحا توزعوا على مجموعة من الدول العربية. التقرير تحدث عن وجود أكثر من 4,000 جريح في الداخل بحاجة للعلاج في الخارج، في حين أفرزت اللجان الطبية حوالي 641 جريحا فقط اعتبرت أن إصابتهم بالغة الخطورة وبحاجة إلى تدخل عاجل وإلى نقل للعلاج في خارج اليمن. ما ظهر من الأرقام الرسمية للجرحى مقاربة ليس أكثر، فثمة أعداد أهملت بسبب حالة الإرباك التي تسود مشهد الحرب في اليمن، وفي ظل الفراغ الذي خلفه غياب أجهزة الدولة المتخصصة، قررت الحكومة رعاية مبادرة تهدف لإنشاء صندوق مستقل وغير حكومي لرعاية أسر الشهداء، يعتمد أساساً على الدعم المجتمعي والتبرعات، خطوة وصفها مراقبون بأنها تمثل التفافاً على الدور النبيل لصندوق رعاية شهداء وجرحى الثورة السلمية الذي لم يستنفذ دوره بعد، ويمكن الاستناد إلى خبراته في العناية بالجرحى كما ينبغي أن تعتني دولة بأكرم أبنائها. ينتظر اليمنيون من الحكومة أن ترتقي باهتمامها في قضية الجرحى لتتحول من كونها ملفاً إلى اعتماد حزمة من الإجراءات الميدانية العاجلة التي يفترض أن تنعكس إيجاباً على الوضع الحرج الذي يعيشه الجرحى في هذه المرحلة الصعبة من تاريخ البلاد.